أعلنت وزارة الصحة أن مجموعة من أخذوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء أمس الخميس قد بلغ نحو 110,000 شخص. وجددت وزارة الصحة دعوة كافة أفراد المجتمع إلى أخذ المواعيد مسبقا من خلال التسجيل إلكترونيا لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا بجرعتيه، على أن تكون الجرعة الثانية بعد مرور 21 يوما من تلقي الجرعة الأولى. منذ ما يقارب العام تتواصل الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواجهة الجائحة التي ألمت بالعالم بأكمله، حيث بدأت مملكة البحرين ومنذ وقت مبكر بالكثير من الإجراءات الاحترازية الناجعة للتصدي للجائحة ومواجهة تداعياتها. نشكر حكومة البحرين جلالة الملك سمو ولي العهد رئيس الوزراء على تواجد الفاكسين حق الشعب والمواطنين والمقيمين وعلى القائمين بهذا العمل الوطني، والحمد لله على نعمة البحرين. وتعتبر مملكة البحرين من أوائل دول العالم التي تقدمت بطلب توفير التطعيمات اللازمة من الشركات المنتجة، وعملت المملكة على توفير اللقاح لجميع أفراد المجتمع بالمجان. الحمد لله الأمور سهلة ومسهلة، ولا في ضغط ولا في أي صعوبة بالنسبة إلى أخذ التطعيمات. الحمد لله يعني طرشوا لنا مسجات باخذ التطعيمات، واحنا تسجلنا عن طريق الاونلاين، فعطونا مواعيد وجينا بالمواعيد وكان الامور مسهله. ومع استمرار الحملة الوطنية للتطعيم تشدد الجهات الصحية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يحددها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات ذات العلاقة حتى بعد أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وذلك حرصا على حفظ السلامة العامة. العملية ما استدعت يعني 5 دقائق من جيت إلى ما خلص، وأنصح الجميع يعني يجون يأخذون اللقاح، ولا في خوف ولا في ألم. أشكر وزارة الصحة والقائمين على الموضوع، الأمور كانت كلها سهلة، التسجيل عبر الموقع، تعاون ممرضين هنا في وزارة الصحة وفي المركز. وتعتبر المرحلة الحالية من أهم مراحل التصدي للفيروس، حيث يستوجب من الجميع مواصلة التزامهم وعزيمتهم لتحقيق الهدف المنشود، والبناء على ما تحقق من جهد وإنجاز وطني في محاربة فيروس كورونا بروح الفريق الواحد، وصولاً إلى تصفير الحالات القائمة المسجلة في المملكة لعودة الحياة إلى طبيعتها.